ودعا الفريق البرلماني لحزب تواصل الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها والإسراع في اتخاذ إجراءات حقيقية لمحاربة ارتفاع الأسعار والحد من مظاهر الغبن والتهميش حسب تعبير الفريق. وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة لقطاعات واسعة من المواطنين في مختلف أنحاء الوطن، والارتفاع المتزايد لمعدلات البطالة والفقر بين صفوف المواطنين، وتدني أداء قطاعات حكومية هامة مثل الصحة والتعليم والمياه والكهرباء، والارتفاع الصاروخي كذلك لأسعار أغلب المواد الأساسية وعدم تراجعها محليا رغم تراجعها دوليا، وانتشار طرق الاحتكار والمضاربة في الأسواق ورداءة أغلب المنشآت، وفضلا عن تدني كتل الأجور لدى الموظفين والعمال. في ظل هذه الأوضاع قدم الوزير الأول برنامج حكومته الذي جاء مخيبا لكل الآمال، ولم يحمل أي جديد بشأن مطالب الإصلاح الملحة في مختلف قطاعات الدولة الحيوية، كما جاء مخالفا لانتظارات المواطنين وتطلعاتهم، وهو ما عبرنا عنه في مختلف النقاشات والمداخلات التي قدمها نواب الفريق أمامه وفي الجلسات المختلفة.